الله أكبر ولله الحمد. لم يكن عليها شكر
ومع هذه النكسة ينبغي تهنئة الرئيس طيب الجواب وحزبه على المحافظة على الامتياز العام والابقاء على شعبة الديمقراطية السعودية. إذا عرف السبب بطل العجب، فقد شهد الاقتصاد انهماكا متأثرا بعوامل أهمها العقوبات الأمنية والخلافات مع الاتحاد الأوروبي ودخول تركيا هروبا على أكثر من جبهة، كما أن الخلافات مع السعودية والإمارات جعلت الواردات من تركيا تتراجع. الدرس المهم في تركيا هو مراجعة العلاقة الإسلامية العالمية لاستشارة العلماء المحللين والسعي ما أمكن لتحقيق مصالحة حقيقية والتصفير من المشاكل الخارجية. إن نجاح التجربة يوفق بين التأصيل والتحديث مهم لكافة المسلمين. المسألة الثانية، لقد حقق الشعب الجزائري نصرا كبيرا إذ أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة. هذا في حد ذاته درس مفيد للشعوب المنظومة بالرؤساء، فقدوا ثقة شعوبهم وما زالوا يتمسكون بمقاعد السلطة. بعد الاستقرار ما طريقان، طريق دستوري وطريق سياسي. هنالك تحديد واسع في الأوصاف والقوى التي أحدثت الأخبار التي أجبر الرئيس على الاستقرار، ولكن توازن القوى يميل لصالح طريق الدستوري الذي سوف يضع رئيس المجلس للتشريع على السلطه لفتره ما تجري في الانتخابات العامه. سوف يتهم السواق ان حركته قادر على الانطلاق للرئيس، ولكنها غير مستعده لتحقيق البديل تماما كما كانت حاله مع الثورات وطبيعه الثورات الانتصار في ردود هذه الأقوال
إنها تغذي مراكز الإسلام وتكبر مراكز الآخر على نحو مجال الفتوى القاعدة إباحة قتلهم لإخبارهم ويقولون للصهيونيين والصليبيين وإلى عقيدة داعش أيضا. يجب ضد هذه الحرب المدمرة الصحافة أمثال رئيس الوزراء في لندن إن التحالف استراتيجي بين هؤلاء الغرب وبيننا هو الطريق الوحيد لحذف الغلاء وإبطال الإنسانية من شرق مستطيل. وتوقعت هذه الحرب بصورة ما في كتاب الصادر عن فتح الطريق الإنسانية بعنوان التحديات الإنسانية سيكا باسيكا ابريل تبديل انساني تولي النفس اخبارها بان الخيار الاخر لا يمكن تصوره من سوره قال هذا ليس بصراحه من اهل الله ثم اخبار يكون على الله انا اليك وامي النجوم ربنا لله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفرون والله عليم بالمتقين. هذه السيرة وغيرها من المتقين يقولون في وعد وعده تعالى وما يفعل الخير فدين نحن في الكتاب تجمعنا بالكه الوحدانيه الى التوحيد الربوع وكاهل الاخلاق والمعاد والحديث بثلاث الايمان والكفر بهما سواء وعاد والامان وسبب الرحم اسلام الدين لا يكون شرفا بالطوارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت في ذلك الدعاء في الجاهليه عهدا لو تعيدت اليه في الاسلام لا يكون وقال استغفر الله انه يحب الدعاء. أحبابي في الله وأخواني في الله العزيز، قال الرحمن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أمر ظالم فقد ترجع منه. حكمونا 30 عاما وقالوا لن نفعل ما نحن منه. إذا اسمعوا، أولا الانقلاب العسكري كوسيلة لتطبيق الشريعة قال عنه الإمام الألباني إنه بدعة مخالفة لنهج الإسلام. وقال مؤتمر الحركات الإخوانية في عام 1989 تجنب الانقلاب العسكري لتطبيق الشريعة لسوء نتائجه. ثانيا بيعة أبي بكر رضي الله عنه أكد أن ولاية الأمر تقوم على الشورى أي المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. ومقولة عمر رضي الله عنه من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. ثالثا أمن البلاد بعد تصعيد للحرب
يرى تسليم لمطالب الحركة الشعبية وانفصل الجنوب. ومنذ عام 2003 اشتعلت حرب في دارفور، ثم منذ عام 2011 اشتعلت حرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهي حروب جرى فيها قتل وتدمير وسعين بالقصف الجوي وبالغارات البرية على المدنيين وقراهم. ومع أن القتال تراجع الآن فلا سلام، ونتيجة لذلك ما زال الصرف على الأجهزة الدفاعية يبلغ 70% من الميزانية ويحول دون خفض المصروفات بالموازنة. وما زال عشر السكان معتصما في معسكرات اللاجئين، وأدت الحرب ومساوي الحكم إلى نجوم ربع سكان السودان، ربع سكان السودان بالخارج صوتوا بأقدامهم. ونتيجة للحرب وانتهاكاتها فإن قيادة البلاد ملاحقة جنائيا دوليا، وهذا له أثر كبير في توضيع البلاد بعد الأسرة الدولية. رابعا انفصال، بعد انفصال الجنوب الذي كان متوقعا ولكن دون استرداده، فقد فقد النصف الإيراد الكلي للميزانية وثلاثة أرباع عائد الصادر. ومع ذلك استمر الصف بذات المستوى بذات العائد قبل النمو في بين الميزانية الأمريكية والشراكة والإعلانات والسوق الأسود بذات العائد الميزانية الحالية. هذا الميزانية ارتفاع في التوتر وبالتالي الدولار في الميناء السوداني. لنأخذ ميزانية 2019 نتيجة لزيادة الصف على الإجراءات الأمنية لقمع المظاهرات لمدة 6 شهور، يصير مبلغ الصرف المتوقع 213.5 مليار جنيه، ومبلغ الإيرادات المتوقع 98 مليار، يصير العجز المتوقع يساوي 108.5 مليار. الاستيراد في العام يبلغ 10.5 مليار دولار، وعائد الصادر المتوقع 3 مليار دولار، أي سيكون عجز الميزان التجاري 7.5 مليار دولار، وهذا يشترى من السوق الأسود ما يزيد سعر الدولار في الجنيه. السبيل الوحيد لسد عجز الميزانية وشراء الدولار هو طباعة النقود كما قالوا الرب، وهذا معناه تدني قيمة الجنيه السوداني. وقد زاد في الملة أن الحكومة سحبت الأموال من البنوك ما أفقد الناس الثقة فيها، فصارت النقود موجودة خارج النظام المصرفي. ولأول مرة في تاريخ السودان فقدت البنوك ثقة المستثمرين بالكامل. والمهم أن المستثمرين والمنتجين لا يجدون الأموال التي تساهم في استثمارهم وفي إنتاجهم. كل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد السوداني في حركة صعود. خامساً، ربع سكان السودان استقروا في المناجم في كل أنحاء العالم، وقصتهم واحدة أنهم فروا من البلاد من البطش ومن الفقر. هذه العوامل الخمسة تسببت في حركات الشعب ضد النظام 6 مرات، ولكن هذه المرة السابعة كانت الأوسع والتي خاضها شباب السودان والقوى السياسية والمهنية والأساتذة بصورة جعلت كل المجتمع متحركا. وفي ذكرى 6 أبريل غدا يرجى أن تتسع المشاركة في التعبير عن مطالب الشعب. ومن هذا المنبر أدعو الجميع كلمة النداء الوطني وأرجوكم وأرجوهم أن يلتزموا بالسلمية وألا يستجيبوا الاستفزازات
أي استغلالات. فالحلم الصارم أقوى من السلاح. احتشدوا وارفعوا راياتكم وشعاراتكم سلميا، أضربوا بذلك مثلا حضاريا. السلطة اعتقدت النشطاء منا لاحتواء مشهد 6 أبريل، ولكن هناك 3 مليونيات. المليونية الأولى عدد النازحين بمليونية قاعد. المليونية الثانية عدد اللاجئين، والمليونية الثالثة الثقة في انعدام الثقة في الإدارة النقدية، ما صنع أزمة سيولة غير مسبوقة في العالم. ما في أزمة سيولة زي اللي حصلت في العالم العربي. هذه المليونيات تشهد على التصويت ضد النظام. الله أكبر، الله أكبر. أخي رئيس الجمهورية، أخي رئيس الجمهورية، أنا من أيام أنا من كيان قادته لقوا نهاية ما أسويه لتمسكه بالمبادئ. فالإمام المهدي انتقل في ريعان شبابه، وخليفة المهدي رفض الاستسلام وقتل شديد. والإمام عبد الرحمن فجعه غدر الانقلابيين، والإمام الصديق فجر قلبه ضيما، والإمام الغالي قتل شهيدا لتمسكه بالمبادئ. وأنا وجدت منك يا أخي الرئيس، وأنا وجدت منك ألوانا من الظلم. سجنت حوالي 30 شهر دون تحقيق أو محاكمة. وآلتك الأمنية تفننت في اختراق صفوفنا واغتيال شخصياتنا. نداء السودان الذي كرهته هو مجهود لتحالف المركز مع الهامش ولغلق النسيج الإثمي بين مكونات السودان، ومنذ تمويله ركز على الحل السلمي لقضايا البلد. ومؤخرا استجبنا لعودة الذين استملتموهم. من صفوف الأمة لدعم الموقف الوطني الديمقراطي. ورحبنا بتنسيقية واسعة للمشاركين من عناصر كانت في صف حركتكم، ونسعى لتكوين جبهة عريضة تشمل هؤلاء وقوى الحرية والتغيير التي تضمنا في نداء السودان مع تجمع المهنيين وقوى الإجماع، تجمع الاتحاد المعارض، وكافة القوى البدنية والشبابية من أبنائنا وبناتنا. وسوف نقدم لهم مشروعا كاملا للنظام الجديد المنشود. هذه الجبهة العريضة سوف تواصل الحركة الشعبية السلمية. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد. ونحن نناشد كل القوى الوطنية الأخرى أن تنضم إلينا، ونناشد القوات السودانية، القوات المسلحة السودانية، أن تحافظ على قوميتها وألا تبطش بمواطنين عزل يطالبون بحقوق يغفلها الدستور. كسب واحد شعب واحد. ونناشد الأسرة الدولية أن تكون جماعة أصدقاء السودان،
للمطالبة بعدم البطش لمواطنين يتحركون سلميا. أصدقاء السودان، بل نرجو كذلك، نرجو أصدقاء السودان كذلك أن يتفقوا على المنافع الكثيرة التي يمكن أن يبنيها السودان إذا حقق السلام العادل الكامل والتحول الديمقراطي الكامل. حتى ذلك نرجوه يقدم للشعب السوداني منافع محددة. وفي الختام أناشدك أنت أخي الرئيس أن تبرر إطلاق سراح كافة المعتقلين، وأن ترفع حالة الطوارئ، وأن تبرر بمحض اختيارك الاستقالة من رئاسة الجمهورية. الله أكبر، الله أكبر، وحل المؤسسات الدستورية المطلوبة، وأن تدعو 25 شخص نرشحهم لك بالتشاور لتكوين جمعية تأسيسية لإقامة النظام الجديد المشروع. الله أكبر، الله أكبر. أنت تعلم، منصور يا إمام، أنت تعلم أن هناك عوامل منعتك وتمنعك من ممارسة كافة صلاحيات الرئاسة. أنت تعلم أن هناك عوامل منعتك وتمنعك من ممارسة كافة صلاحيات الرئاسة، وتعرض السودان بالتالي لعقبات، وستكون لك محمل وطنية أن تقوم بهذه الخطوة. أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز، قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال نبي الرحمة: أفضل الجهاد كلمة عند عدل عند سلطان جائر. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا، واهدنا واهد أبناءنا وبناتنا، وانصر شعبنا فإنه قد تعب تعبا شديدا وهو لصلاة. الله أكبر ولله، الله أكبر ولله. الخطبة نقلنا الخطبة أحباب، وآسفين لأي تخطأ تفاني. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.